طاقت من الإشعاع عالفيس وعلى يوتيوب من خلق رفعوا الخبر وبيكسروا المنصوب، مع إن هذا قدر وعلى العباد مكتوب، لكن ضروري من الحذر ونعمل المطلوب. ونصيحتي رح أقوله لياسر وسعد بشأن الإصابة بكورونا المستجد، وفيها نصايح ومش ضد أي حد، وفي لو تأثر رح أزعل بجد، وأعرض إصابته وحرارتك تزيد، وزورك هيوجع يا عبد الحميد، وضيق في التنفس هتلقاه شديد. ولأجل الوقاية هقول كلمتين، لازم من نظافة وغسل الإيدين بمية وصابونة يا عم اسماعيل. وبرضو كذلك هقول للعموم، لازم طهي جيد للبيض واللحوم، واوعك تقرب يا سيد في يوم من الشخص اللي عليه الإصابة، ولو رحت عنده يجيب لك إصابة. ولازم نفعل أداب العطاس عشان ما تسببش الأذى للناس، استخدم منديل ورقي في وقت العطاس وتخلص منه بسرعة، تخلص صحي ومضمون، وبعدها اغسل ايدك بالمية والصابون، وبلاش التعامل الغير آمن مع حيوانات المزرعة علشان تعدي بخير وتعم المنفعة.